إن أكرام اللئيم حمق، ووالله إني قد أكرمت لئيما غدارا لا يستحق إكراما ولا إحسانا. أقولها صراحة وأمام الجميع، إنني عازم على استرداد حقي من الميراث في بيت أخي، فلا عيب أو عار من استرداده من لم يصنه، بل العار تركه في يدي من لا عهد له. وها أنا وحتى النهاية أتقي الله في الحرمات، ولا أدخل البيوت بلا استئذان. أين سيدتك؟ سيدة العفة والكرامة؟ اخرجا حالا من هذه الدار. أما حقه الشرعي فسأوصله بنفسي إلى داري خالح. أنا لوحدي هنا. هي خارج الدار إذن؟ لها الحق أن تفعل ما تشاء، فلا راد عليها ولا أحد يحاسبها. اخرجي حالا من هذه الدار. بس كل أغراضي هنا. اهربي الآن عن وجهي، وسأكرر فيما بعد متى تأتين لتأخذي أغراضكما. أخذ أغراضي بس، سجدت الصلاة وفضلت استر. الله يستر. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. افعلي ذلك دون تأخير.